اس عشق میں مر جاوا. مين انتو؟ مين بدكن تشوفوا؟ خليهم يفوتوا ابني. هنن اكيد جايين لحتى ياخذوني. تعرف شو ممكن يصير فرات؟ إذا ديب قدر يعرف السبب اللي خلانا نجي على هذا البيت، وقتها رح تكون نهايتنا وخيمة. أول شي ديب، وهلأ هدول الناس إجوا؟ ما عم بفهم شو اللي عم بيصير. يلا يا ابني فوتن لجوا. تفضلوا فوتوا تفضلوا. تفضلوا. هاي تارا رايتشاند، خطيبتي، والشخص اللي معه أخوها الكبير فيرات رايتشاند. أهلين. تشرفنا. تشرفنا. تعالوا تفضلوا اقعدوا تفضلوا. الصراحة دكتور العيلة وصف شوية أدوية ضرورية لازم تتاخد بموعدها، بس نيترا نسيتهم بالبيت، مرقت من هون، لهيك قلت بوصلهم بطريقة أحسن. أكيد عملت الشي الصح ديب. شوفوا يعني بصراحة أنا كنت باحتفال وقت سانجو خبرني إنه مديرة لنيترا عنا بالبيت. تركت الاحتفال من نصه وإجيت. نحن مبسوطين كتير إنه شفناك، بس أنتو كلكن هون، بقصد أنتو ليش إجيتوا لهون؟ أنا بقصد شو السبب اللي خلى الكل يجوا؟ في شي صاير عنا ما بعرفه؟ ليكي معقولة انتي شو هالسؤال؟ بالعكس معها حق تسأل هالسؤال. الصراحة هنن اجوا. لأنه خطيبتي عم تضل تخاف علي وكتير. أنا شخص أعمى لهيك، بتخاف يصير لي أي شي بغيابها، مو هيك تارا؟ أكيد ديب، أنا كتير صرت عم خاف عليك. إيه هو كان رح يصير شي مهم معنا، بس إجيتوا بالوقت المناسب. أستاذ، نحن وين ممكن نقدر نلاقي حدا مثلك؟ أنت وعائلتك بتهتموا بشكل كبير بالموظفين تبعكم، هالشي كتير منيح. صراحة بنتي إنسان كتير محظوظة لأنها عم تشتغل عندك. نيترا روحي وجيبي الشاي يلا. لا لا لا، ما في أي داعي للشاي هلأ، تأخر الوقت وصار لازم نروح. الجماعة بدهم يناموا يا تارا، ونحن كمان مو لازم نزعجهم، مو لازم نزعجهم بأي وقت كان. مزبوط حكي؟ ايه ديب، خلينا نروح. على مهلك. شيرة، نسيت عكاستي جوا، ممكن تجيب لي اياها؟ حاضر. هالمرة تركناكم تروحوا بدون ما تشربوا شي، بس بالمرة الجاية ما رح نخليكم تروحوا من عنا بهالسرعة، بدنا نشرب شي معكم، مو هيك؟ طبعا رح صير زوركن دائما، وبالمرة الجاية رح نقعد وناكل سوا، هذا وعد. أستاذ،
تفضل، أنا جبت لك العكازة من جوا. تفضل. يلا باي نيترا. باي استاذ. كتير حلو كيف هالرجال بفكر. اجا بس حتى يعطيكي وصفة الدكتور والأدوية. بنتي أنا حاسس في شي غريب من جاية مديرك وبعد عائلته هيك على بيتنا فجأة. هذا الشي عن جد كتير غريب. مستحيل تتغير، عندك عادة بشعة وهي تلاقي شي سيء بكل شي، مو هيك؟ لازم تكون مبسوط لأنه من هلأ رح تضحك لنا هالحياة. ديب اترجاك اتركه لأخي فيرات. ديب خلص اتركه. ديب كان لازم أقتله لحتى فيه وأخلص من وجوده بحياتي من 3 شهور. تركته عايش لهلأ بس مشان أرضيكي. ما استفدت لأنه رجع يغدر فيي. وهلأ قليلي شو كان عم يعمل أخوك اليوم قدام بيت نيترا وأخذ معه مسدس كمان؟ رح خبرك كل شي. فكرت أنه هي اللي سرقت المصاري من عنا وأنه خبت المصاري اللي سرقتهم ببيت أهلها، لهيك أنا رحت لهنيك وأخذته لأخي فرات معي. بترجاك ديب، هو ما دخله أنا أخذته معي. بترجاك اتركه. تارا مفكرتيني صرت شخص غبي مثل أخوك وما بعرف بشو عم تفكري؟ ما تتصرفي بهي الطريقة، عم تفهمي؟ ديب الألماس هو السبب. فكرت أنك عم تلاحق هاي البنت من شان الألماس. ديب أنا رحت لهنيك مع فرات بس لأعرف إذا كانوا الألماسات معها. بترجاك ديب اتركه. شفتي؟ مو كتير صعب إنك تحكي لي الحقيقة. على القليلة جاوب على سؤالي. إلي يا ترى كان شكي هذا بمحله ولا لا؟ يمكن صرت كتير وحيدة ومالة لأنه بتضلي قاعدة كل اليوم بلا شغل. ليش ما بتلاقي شي لحتى تعملي؟ اشتغلي بالحديقة أو روحي على السوق أنت وأمي. يعني فيك تعملي أي شي بيخليك تتسلي وتنشغلي وكمان بيخليك تصيري بعيدة عن شغلي. وإلا المرة الجاية ما رح انطر اسألك وتجاوبيني، فوراً رح نفذ العقاب المناسب. كمان خليكي بعيدة عن نيترا وعيلتها وإلا رح تندمي. فهمتي؟ ما عندي شي أعمله غير إني أحبك، وحتى ما بدي أعمل أي شي تاني. بس خلص، بما أني هلأ عرفت الحقيقة أنا رح حاول ضل بعيدة عن شغلك وخططك بس لتكون مبسوط. فرات أخي فرات، اللي أنت منيح أخي فرات. رد علي فرات، افتح عيونك يلا. ما حدا غيرك يا نيترا شارما عنده الدليل اللي بدي اياه لحتى اوصل لهدفي. وهلا انا يا اما رح العك من الشغل
يا أما رح روح وسلمك للشرطة. وفي عندك الخيار الثالث كمان، هو فيك تضلي عم تشتغلي عندي هون بس لحتى ترجعي لي المصاري اللي سرقتيهم مني. الكاميرا شغالة ولا لا؟ ايه شغالة. بس استاذ السيارة رايحة على اليسار. بدي اعرف كل شيء عم يصير هنيك، لازم اعرف كل شيء، كل شيء، فهمان؟ انا حطيت الكاميرا بالموقع، هي رح تعطينا المعلومات اللي بدنا اياها. استاذ البنت اجت على غرفتها هلا. هي عم تطالع التياب هلأ من الخزانة استاذ. وقع الساري بين ايديها استاذ. شو هاد؟ انتوا الاثنين من امتى بتعرفوا بعضكم؟ شو عم تعمل هلأ؟ ما عم تعمل شي، بس واقفة وعم تطلع على الساري. ناترة حبيبتي روحي نامي، تأخر الوقت كتير، انت صار عندك شغل من بكرة الصبح. ماشي ماما. عم اسألك شو العلاقة اللي بتجمعك انت وهي البنت؟ جاوبيني يلا. مين انت؟ قلي مين انت؟ اليوم رح اقدر اعرف كل شي عنك. اكيد بيكون في معه المفتاح. المفتاح. عذبتوني وخليتوني أعيش بالجحيم وبحالة كتير صعبة، بس خلص لهون وبس، بكفي، صار دوري أنا وما رح أرحم حدا، رح أنتقم منكن وأقتلكن كلكن.
شو عم يصير. السيارة ما عم ترجع لورا، بعتقد علقت. هلأ بعملها أستاذ. إذا ما رجعت اشتغلت هالسيارة بسرعة، تأكد رح أقتلك وأخلص من غبائك. أستاذ عم بعملها. واحد، ما عم يمشي الحال. اثنين، ثلاثة. شو هالصوت هاد؟ عم تتحرك أستاذ، السيارة عم ترجع لورا. ليش فكرت في شي عم يتحرك هون؟ شو عم تعمل؟ هي بغرفتها أستاذ، هي هلأ عم تطوي ثيابها وترتبهم. هلأ طفت الضوء. يلا تفضل. الباب انفتح. أستاذ خلصت الشغل، ما حدا منهم رح يقدر يفيق قبل الصباح. منيح أستاذ. غرفة نيترا هون على يساري. سيدي ليكا عالتخت. أستاذ أنا لقيت الساري ومعباية بقى دم عليه. بدي تبعطي هالساري على المخبر بسرعة، بدي أعرف إذا بقى الدم الموجود عليه من دم أروهي أو لا. حاضر. We'll be right back.
ديب، انت عم ينزل دم منك. انا اسفه كثير، ما كان قصدي انه اذيك ابدا، هالشي صار بالغلط. خلص بكفي اللي صار، ما بقى قادره العب هاللعبه من طرف واحد. كيف ممكن انسى انه انت ما فيك تشوف وفوق كل هذا عم اقاتلك؟ اوعى تغلط وتشفقي علي مره ثانيه او ارجع اسمع منك هذا الحكي. حد السيف اللي معك هلا. مستحيل يقدر يقطع شجاعتي ويهزمني. بقدر اهزم 4 أو 5 اشخاص حتى وانا اعمى بدون ما الاقي صعوبه. هاجميني وخلينا نكفي. طيب مثل ما بدك، بس لازم تتذكر منيح دي انك ما لازم تحط الحق علي بعد ما نخلص. أستاذ، أستاذ، وصلت التقارير. الدم اللي موجود على الشال دم أروي. خلوها تجي ورحبوا فيها بعالمي أنا، عالم ديب راسينج المظلم. جيبوها لعندي لهون، أكيد هي رح يكون عندها الأجوبة على أسئلتي اللي عم تدور ببالي. حاضر. الأستاذ موجود جوا؟ غمياني منيح؟ جهزوا كل شيء. حاضر سيدي. مين عم يدق الباب؟ يلا أنا جاي. لحظة، ليش هيك مستعجل؟ مين برا؟ مين الشخص اللي جاي وعم بدق على بابي بهي الطريقة؟ أكيد كان في ولد هون وعم بيمزح. أنقذ حياة بنتك وإلا. إيه مين عم بيعمل هذا المقلب؟ بلكيني ترى عن جد موقف خطير وحياته بخطر. أسوأ من جهنم. مين انت؟ قل لي. الو،
يلا احكي، ليش ليش ربطتوني هون؟ فكوني كوني. يلا مين انت؟ خبرني شو عملت معك. انا بترجاك خليني روح، بترجاك تعا تعافكني بقى، خليني روح بقى. بس اللي شو بدك مني؟ انا شو عملت لك؟ شو يلي عم بصير؟ أبو سانجو شبك؟ شو صار معك؟ أبو سانجو شو صار لك؟ قلي أنت هتتنفس بصعوبة؟ ها؟ وين جهاز الربو تبعك؟ حاول تتنفس. أنت عود هون وأنا رح أجيبه فوراً. أنت بس خليك هون، ما تطول. اللي انت منيح؟ في شيء صاير مع نيتو؟ اهدى شوي سافيتا، نيترا بخطر كتير كبير. نيترا بترجاك خليني روح. انا شو عملت لك حتى تعاقبني؟ شو بدك مني؟ اللي احكي اي شيء. بدي تخبريني شو اللي صار ب 28 شباط. صدقني انا ما بعرف شو اللي صار ب 28 شباط. ليش عم تعمل فيني هيك؟ انا ما بعرفك ولا اذيتك بشي. خليني روح من هون، انا ما دخلني وما بعرف. رح أسألك لآخر مرة، قولي اللي بتعرفي عن اللي صار 28 شباط. ليش ما عم تصدقني؟ ما بعرف شو اللي صار ب 28 شباط. بترجاك اتركني روح من هون، أنا ما بعرف أي شيء من اللي عم تقوله. خليني بس روح من هون. بس اللي
أنا شو عملت لك حتى تعذبني هيك؟ خليني روح بقى. اتركني اتركني بعد. ارتاحي ارتاحي. انتو انتي منيحة؟ كنتي عم بتشوفي كابوس؟ انا ما عم بقدر اعرف اذا كان هو كابوس ولا حقيقة. اللي صار معك كان حقيقة وانا كنت عم عذبك، بس ما رح خليكي تعرفي ابدا، ورح اعمل فيكي كتير لخليكي تحسي دائما انك كنتي عم تحلمي وما تعرفي الحقيقة من الحلم. وكمان كان في حدا رابط ايدي واجري بحبل وكان مقعدني على كرسي، وكمان كانوا عم بيرشوا علي مي ويسألوني اسئلة كتير غريبة. شو هالاسئلة؟ ما عم بتذكر هالشي كله. صار من الضربة اللي اجت على راسك، مو متذكرة؟ ضربة على راسي؟ انت وقعتي بالمكتب واغميتي لانه ضربتي راسك بالطاولة ووقعتي على الأرض. أنا اتصلت بالدكتور وبعدها أجا عطاكي إبرة، وأنتي نايمة من 4 ساعات. إيه كنتي نايمة هون من 4 ساعات، نحن خفنا كتير عليكي، لهيك أنا بشكر القدير اللي حماكي. لساتك لحد هلأ خايفة لأنه الأحلام والكوابيس ممكن تخدع حتى أذكى الناس بالعالم. لازم ترتاحي منيح هلأ، روحي وخدي إجازة. إيديكي صاروا باردين كتير، ليش متوترة هالقد؟ عشق بمر جاوة تو جو كهي في حدا اجى لهون وكتب على بابنا بالدم، اكيد هي مزحه، يمكن هاد مقلب. انت بتعرفي انه رئيس نيترا اللي بتشتغل معه بيكون متهم بقتل مرته؟ بس انا متاكد انه بنتي بخير ومنيحه، مو لازم يصير اي شيء مع نيترا. اهدى، كل شيء رح يكون منيح، بس انت لا تعصب. سمعت المحكمه افرجت عنه، بس هن قالوا انه مرته ما ماتت قتل، وكمان قالوا ماتت بحادث سياره وهي مسافره، يمكن لهيك هنن أفرجوا عنه وما ضل بالسجن. شو هذا المكان الفاضي والغريب واللي ما في حدا؟ ماني شايفة ولا أي شخص هون. تمي نشف وعطشت. الظاهر في حدا جاي، مين بيكون يا ترى؟
هو نفسه. عم حاول اتصل بنيترا من زمان بس هي ما عم ترد علي. ابصر شو صاير معها. اكيد رح ترد، بس انت ارتاح واهدى. لك كيف بدي اهدى وارتاح؟ نيترا، نيترا تعالي بنتي، تعالي ادي. نحن كنا خايفين عليكي. شو اللي صاير ابي؟ ردي على اتصالاتي يا بنتي، انا اتصلت كتير. شو اللي صاير؟ شو هي الضربة على وشك؟ بنتي في جرح. شو اللي صار معك؟ ولا شي ماما. ابي انا اليوم وقعت بغرفة مديري وضرب راسي بزاوية الطاولة اللي بالمكتب بس، فمشان هيك مديري ديب وامه خبروني وقت فقت باني ضليت غايبة عن الوعي 4 ساعات وانا ما بتذكر اي شي. اكيد الدكتور اجا فحصني واعطاني دواء بس انا ما قدرت اتذكر اي شي من هالحكي، لهيك الاستاذ ديب قال لي روح واعطاني اجازة. شفت؟ مديرة كتير منيح معه، انت كنت خايف منه من دون اي سبب. هيكي ممكن تسكتي شوي؟ هي ما لها غير 4 ايام عم تشتغل هنيك معه وصار معه لحد هلأ حادثين وانت عم تمدحي بمديرة. يلا حضري الشاي للبنت. اكيد ما بطول. بدي تخبريني شو اللي صارت 28 شباط. بنتي كل شي مني حبيبتي؟ انت بشو عم تفكري؟ هالشي كله صار من الضربة اللي اجت على راسك. شو مو متذكرة؟ كنتي نايمة هون من 4 ساعات. بابا من بعد هاي الضربة انا حاسة انه في حدا كان مربط جسمي على الكرسي عن جد، بس ما قدرت اعرف ليش عامل هيك. ايدي ورجلي كانوا مربطين وكان في حدا عم بيكب علي مي بس لحتى يعذبني وجاوب على اسئلته. بس الأستاذ ديب وأمه قالوا لي إنه وقت فقت أنا ضليت نايمة 4 ساعات. تخيل، ما بعرف إيش حاسة إنه كل الشغلات اللي حكيتها هي شغلات حقيقية وصارت معي. تفضلي. ماما أنا ما عبالي أشرب شاي هلأ، أنتوا اشربوا وكمان لا تخافوا أبداً علي. ماشي؟ ما بقى في مشكلة وما بقى عم حس بأي وجع. يمكن يكون اللي صار هو أثار جانبية للإبرة اللي أعطاني إياها الدكتور، ويمكن عن جد كنت عم شوف كابوس وقت اللي نمت. طيب ماشي حبيبتي، روحي وارتاحي هلأ. لا تخافوا علي. أنا قلت له لأبي إنه اللي صار معي كان مجرد كابوس حتى ما يخاف، بس أنا ليش هيك حاسة هذا الإحساس إنه كل اللي صار معي اليوم كان حقيقي وما كان كابوس. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.